الكابتن محمود ابراهيم ابراهيم الخطيب رئيس. في غضون أقل من 3 سنوات وتحديداً منذ الأول من ديسمبر 2017، حينما نجح محمود الخطيب وقائمته في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، استطاع مجلس إدارة النادي الأهلي تحقيق الكثير من الوعود التي قدمها لأعضاء النادي. إذا كانت الأعضاء انتخبونا فانتخبونا لأنهم كلهم عندهم ثقة فينا، ويجب أن احنا نكون أهل لهذه الثقة. وحدثت طفرة لافتة على كافة المستويات الخدمية والرياضية والإنشائية في القلعة الحمراء، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهها المجلس، لكن الربان الناجح للسفينة الحمراء الأسطورة محمود الخطيب ورجاله الأوفياء أعضاء مجلس الإدارة ما زالوا يتحدون الصعاب ويحققون نجاحات لافتة في كل المجالات. فعلى الصعيد الإنشائي، حقق مجلس الإدارة طفرة ملموسة في إنشاءات النادي على كافة المستويات، بما يخدم أعضاء القلعة الحمراء بالشكل الذي يليق بهم ويؤسس لمستقبل مشرق وأكثر استقراراً لأبناء القلعة الحمراء، وبما يضمن أن يكون النادي في الصدارة دائماً كما اعتادت جماهيره الوفية وأعضاؤه المحترمون. وشهدت السنوات الثلاث الماضية عدة أعمال إنشائية ضخمة في فروع النادي الثلاثة، كما يقترب المجلس من تحقيق حلم جماهير النادي ببناء الاستاد الجديد الذي يشرف على ملف إنشائه الدكتور محمد سراج الخبير في المنشآت الرياضية. كما وضع النادي خطة محددة الوقت من أجل خروج فرع النادي الرابع في القاهرة الجديدة إلى النور، وهو مشروع عملاق وحلم جديد لجماهير الأهلي، ويعد إضافة قوية للمنشآت الرياضية المصرية. على الصعيد الرياضي، واجه مجلس إدارة النادي الكثير من التحديات، خاصة على صعيد فريق الكرة الذي كان له الكثيرون بالمرصاد بسبب نجاحاته المتكررة وسيطرته على الكرة المصرية والإفريقية، لكن الفريق كان على قدر التحدي ونجح في التتويج ببطولة الدوري والحفاظ على اللقب في موسم صعب ضرب فيه فيروس كورونا المستجد العالم كله. كما تأهل الفريق للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في إطار سعي مجلس الإدارة لتحقيق حلم الجماهير بالتتويج باللقب الغالي الذي لم يفز به النادي منذ عام 2013. كما حققت فرق النادي الأهلي الرياضية الأخرى نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، ولم يقتصر ما حققته من إنجازات على صعيد المنافسات المحلية، وإنما امتد لتحقيق ألقاب قارية ودولية ساهمت في تعزيز مكانة النادي وتشريف الرياضة المصرية في مختلف المحافل، في الوقت الذي لم يتأخر فيه مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب عن دعم الأجهزة الفنية لكل الفرق، وكان حريصاً على تكريم أبناء النادي ممن حققوا بطولات وإنجازات إقليمية ودولية بقميص النادي أو من خلال تمثيلهم للمنتخبات الوطنية في كافة الألعاب. وبعيداً عن كل ذلك، حقق المجلس نجاحات لافتة في السنة المالية السابقة لأزمة كورونا على صعيد الطفرة المالية في ميزانية النادي، رغم التدعيمات الكثيرة في كل الفرق الرياضية والصفقات من العيار الثقيل، ورغم سلسلة الإنشاءات المستمرة أيضاً في كل فروع النادي. ومن أجل المستقبل، ناقش المجلس مؤخراً الرؤية المقدمة من محمود الخطيب نحو مستقبل النادي الأهلي 2050 لمواكبة التغيرات السريعة في صناعة الرياضة على المستويين المحلي والدولي، وذلك في المجالات الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية، حيث يستهدف الأهلي خلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية وتسهم في استمرار حملة التطوير والبناء التي يشهدها النادي وفرقه الرياضية وقطاعاته المختلفة. ومن أجل ذلك، تم الاتفاق على إنشاء شركة الأهلي لكرة القدم وتأسيس شركة استاد النادي الأهلي، وأخيراً شركة الأهلي للسياحة والخدمات. لقد قاتل مجلس إدارة النادي الأهلي بكل صدق وشراسة من أجل تحقيق ما وعد به أعضاء النادي وجماهيره في برنامجهم الانتخابي المميز عائلة الأهلي. النادي الأهلي خيره على أي حد، علشان كده
عايزكم تاخدوا الفرحة بتاعتكم، افرحوا وكونوا فخورين بناديكم. اللي بيحصل الفترة اللي فاتت في النادي الأهلي لازم تفخروا بناديكم. اللي حصل في النادي الأهلي خلال سنتين ونص اللي فاتوا أمر يعني يجب أن احنا جميعا نفخر به. ولن ينسى أعضاء النادي كلمات الأسطورة محمود الخطيب الرنانة، وهو يردد مع كل إنجاز جديد: علينا أن نفخر بنادينا العريق، لا سيما بعد النقلة الكبيرة التي تحققت مؤخرا، والفترة المقبلة ستشهد تحركات جديدة لإسعاد أعضاء وجماهير الأهلي، لأن الأهلي وجماهيره وأعضاءه يستحقون أكثر من ذلك.